ننتقل الآن وإياكم مشاهدينا إلى هذا التقرير التالي، وهو تحديدا في هولندا التي تقدم باستمرار حلولا عديدة في مجال الطاقة الشمسية. تعد الطاقة الشمسية من أهم المصادر الطبيعية المستدامة، حيث يمكن استغلالها كأحد البدائل الطبيعية لتوليد الطاقة الكهربائية. ما علاقة الدرجات الهوائية والطاقة الشمسية في هولندا؟ الجواب في هذا التقرير لجاد شهيب. هذا هو الدرب إلى المستقبل، المستقبل الذي سينمو فيه وبسرعة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيغير وبقوة نظام الطاقة العالمي. وضعت هولندا لمساتها الأخيرة على هذا الممر للدراجات الذي يبلغ طوله 330 مترا، والذي سيكون أطول مسار للدراجات يولد طاقة شمسية. لقد صنعنا ألواح الطاقة الشمسية ودمجناها مع الألواح الخرسانية وكانت النتيجة رائعة. نحن قادرون على إنتاج 75% من الطاقة الشمسية مقارنة بألواح الطاقة الشمسية على أسقف المباني. كان طلاب مدرسة ابتدائية محلية أول من عبروا على طول المسار في قرية صغيرة بالقرب من مدينة أوتراخت. أفضل وجود الألواح الشمسية على مسار الدراجات بدلا من طواحين الهواء. في الواقع طواحين الهواء تقتل الطيور. قد تبدو هذه الألواح حساسة، إلا أنها تتحمل وزن وضغط شاحنة دون أن تتكسر، ويبدو أن هولندا بالفعل في هذا الطريق إلى تحقيق أهدافها المستدامة بأسرع وقت ممكن.